من مأثورات هذا المسجد العظيم أنه مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا من فضائله أنه كان منطلقا لمعراجه إلى السماء ليلة الإسراء. ومن مكرمات وفضائل المسجد الأقصى أن رسول الله جميعا قد صلوا فيه بإمامة خاتمهم صلى الله عليه وسلم، وهذا الفضل لم يحظى به أي مكان في الدنيا غير المسجد الأقصى، وهي مكروبة ومأثرة عظيمة وخصيصة يحظى بها المسجد الأقصى المبارك.